السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسلام طاجن، وان شاء الله مكملين في شرح كتاب انجلش جرامر نيوز. والنهارده بإذن الله معانا وحدة 53. وحدة 53 بتتكلم عن الافعال التي تنتهي بالاي ان جي. النهارده هنعرف ان في عندنا شوية افعال او مجموعة افعال كده، كل ما تشوفهم في الجملة اعرف ان جاي بعدهم مباشرة فعل في اخره اي ان جي. هنعرف ازاي الفعل ده، ما هي الافعال دي ومعانيها ونفيها ازاي، وهل ممكن يجي بعدهم حاجة تانية غير الاي ان جي ولا لا. ده درس النهارده. رجاء دعمك الحلقة المباشرة بلايك، تعليق جميل، شير لزملائك. هتلاقي عندك فوق في الكاردز كل حلقات انجلش جرامر نيوز. واخرا وليس باخر، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة على اليوتيوب اشترك فيها ودوس زر سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يصلك الاشعارات الجديدة بالحلقات الجديدة. هذا وبالله التوفيق، ولنبدأ يا سادة مع الافعال التي يأتي بعدها افعال تنتهي بالاي ان جي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. verb plus ing enjoy doing stop doing etc. ده معناه ان الكلمتين دول اول حاجتين اللي بعرفينهم، enjoy يستمتع وstop يقف او يتوقف. section A look at these examples، انظر الى هذه الامثلة. I enjoy reading، انا استمتع بالقراءة، ولكن ما تقولش not I enjoy to read، انا استمتع لأقرأ، غلط. Would you mind، هل تمانع closing the door، غلق الباب، ولكن لا ما ينفعش اقول would you mind to close the door، هل تمانع ان تغلق الباب، ما تنفعش. Would you mind closing the door مباشرة. يبقى انا عندي كلمة enjoy mind وstop for في العنوان، بيجي بعده ing would you mind closing the door زي ما احنا شايفين كده في الصورة. Chris suggested، Chris اقترح going to the cinema، الذهاب الى السينما، ما اقولش Chris suggested to go to the cinema. Okay، كده غلط. يبقى enjoy أول مجموعة كده عرفناها، enjoy stop mind suggest بيجي بعده مفعال في آخرها ing مباشرة. Okay، after بعده enjoy mind and suggest we use ing not to، ما نستخدمش كلمة to. Okay، some more verbs that are followed by ing، وبعض الأفعال الأخرى اللي بيجي بعدها ing، ويا ريت تحفظهم في دماغك دايما. stop يتوقف، postpone يؤجل، admit يعترف به أو admit يقر به، avoid يتجنب، imagine يتخيل، finish ينهي أو ينجز، consider يعتبر، deny ينكر، risk يخاطر، fancy يتخيل. okay، all these verbs كل الأفعال دي بالإضافة إلى enjoy mind suggest كلهم بيجي بعدهم فعل في نهايته ing. نشوف كده الأمثلة. Suddenly فجأة everybody stopped talking، الجميع توقف عن. There was silence، كان هناك صمت. I'll do the shopping، أنا هقوم بالتسوق. When، عندما. I've finished cleaning the flat، finished cleaning عندما أنتهي من تنظيف الشقة. Okay، he tried to avoid answering my question، هو حاول انه يتجنب اجابة سؤالي. I don't fancy going out this evening، والله انا مش متخيل ان انا ممكن اخرج النهاردة. I am not enthusiastic about it، enthusiastic معناه متحمس، I'm excited يعني. I don't fancy going out this evening، والله مش على مزاجي كده النهاردة. Have you ever considered going، considered going to live in another country، هل حطيت في اعتبارك، هل فكرت في مره انك تسافر او تعيش في بلد اخرى؟ يبقى دلوقتي احنا عارف اهو، شوف stop talking finish cleaning avoid answering fancy going consider going. يبقى كل الافعال اللي اتقالت عندنا stop postpone admit avoid imagine finish consider deny risk fancy enjoy mind suggest all these verbs followed by أجرد. جرد اللي هو verb plus ing، فعل في نهايته ing، فعل في آخره ing. All these verbs are followed by، معروف إنها بيتم اتباعها ب فعل في آخره ing. خد المعلومة اللي جاية دي، نفي الأفعال دي هيبقى شكله إيه؟ هل أحط doesn't؟ هل أحط don't؟ هل أحط didn't؟ هل أحط not قبلها؟ هل أحط not بعدها؟ شوف كده الشكل، هل هيختلف تكوين الجملة؟ The negative form شكل النفي is not وأحط الفعل في آخره ing بس. يعني when I am on holiday، when I'm on holiday عندما انا كنت في عطلة، I enjoy not
having يعني ما غيرش اي حاجة غير انه حط بس كلمة not ما بين الفعل بتاعنا اللي احنا حفظناه enjoy والفعل اللي جه بعده اللي فيه ing. I enjoy not having to get up early. ما استمتعتش ان انا كنت بصحى بدري وانا في الهوليداي، ما كنت بستمتع ان انا بستيقظ بدري. ايه ده؟ يعني stop، يعني هنا stop talking، stop not talking، finish cleaning، finished not cleaning، avoid answering، avoid not answering. ده في الجمل البسيطة، خلي بالك. fancy going، fancy not going. طبعا هنا طبعا انا عندي، انا بتكلم لو جمل واحده في جمله بسيطه مضارع او ماضي بسيط، انما لو جم في ازمنه معقده زي will want والكلام ده انت هتنفي الكلمه نفسها. يعني هنا اعطيك don't fancy. اوكي، والاستخدام ده برضو ليس شيء على فكره. عموما نشوف we also use، ايضا نستخدم ing after. give up اللي هي بمعنى stop، put off اللي هي بمعنى postpone يؤجل، give up طبعا يقلع عن او يتوقف عن، go on or carry on بمعنى continue يكمل، keep or keep on بمعنى انك تستمر في شيء ما، do something continuously or repeatedly بشكل متكرر او باستمراريه، give up، put off، go on، carry on، keep، keep on، كل دول برضه انضموا للمجموعه اللي فاتت وبيجي بعدهم ing. اوكي، I've given up reading newspaper. انا اقلعت عن قراءه او توقفت عن قراءه الجرايد. I think it's a waste of time. إنها مضيعة للوقت. Giving up. Giving up. Reading. Giving up. Reading. Jenny doesn't want to retire. Jenny مش عايزة إنها تتقاعد. She wants to go on working. هي تريد أن تستمر في العمل. Go on working. Or to carry on working. She wants to carry on. بدل go on حط carry on. Okay. تستمر برضو. بس الفكرة إن carry on و go on بيجي بعدهم الـ ing. ده مهم. You keep interrupting me. I am talking. انت بتستمر انك بتقاطع كلامي. Interrupting me. تقاطعني. I am talking. When I am talking. عندما اتحدث. يا اخي احترم نفسك. Or you keep on interrupting me. بدل ما انت حطيت هنا keep interrupting. ممكن اقول keep on interrupting. برضو بمعنى تستمر. Okay. انطلاقا من section B الى section C. With some verbs you can use the structure verb somebody ing. طيب. ال ing سبتة. ايه ال structure verb؟ structure verb اللي هي كل الافعال اللي احنا شفناها فوق، اللي هي stop، mind، suggest، admit، كل avoid، كل الافعال دي. بس هو بيقول لك ليه structure verb؟ قال لي عشان لو جه قبلهم مثلا جم في زمن مضارع، جم في زمن ماضي، جم في زمن مستقبل، جم في زمن ماضي تام، جم على المودال فيربس، ممكن يجي قبلهم كان، يعني كان والفعل عادي، ممكن يجي قبلهم تو يجي مصدر، ممكن يجي قبلهم has و have هتحطهم في التصريف الثالث. فبقول لك ايه structure verb يعني الفعل زي stop، admit، avoid هيتحط في تصريفه وتحط بعده اسم شخص. طب ليه يعني هو ليه بيقول لك الجزئيه ديت؟ لان فوق في الجزئيه اللي فاتت الافعال جايه مباشره بعد الفعل، فهو عايز يقول لك ممكن stop وتحط اسم شخص، stop me talking. اوكي، he stopped me talking، هو وقفني عن الكلام، ده المقصود. فقال لي ان كل الافعال اللي فوق دي ممكن يجي بعدهم اسم شخص او somebody واضيف له ing عادي مش هيحصل اي حاجه. I can't imagine، هو حاصل بس هنا عشان يقول لك ان جه هنا كان، انا ما اقدرش اتخيل، انا مش قادر اتخيل جورج رايدنج ا موتور بايك. جورج راكب ايه؟ دراجه ناريه. You can't stop me doing what I want، انت مش تقدر توقفني اعمل اللي انا عايزه. Sorry to keep you waiting so long. Sorry to، اعتذر لي. keeping keep you ان انا خليتك waiting. keep you ما قالش keep waiting على طول. keep you waiting so long that's all right، هذا اوكي ده ما فيش مشكله عادي. يبقى هو برضه هو عايز ينبه عليا ان كل الافعال اللي فوق اللي احنا حفظناها اللي بيجي بعدها ing ممكن احط الفعل والاي ان جي بس احط في نص شخص برضه عادي ما فيش مشكله. يعني الشكل ان هو يجي مباشره او ان انا احط اسم شخص في النص somebody. اوكي، نوت ذا باسيف فورم، والشكل اللي درسنا اللي جاي ده احنا درسناه كانت كقاعده شاذه في الباسيف في المبني المجهول، خلينا نفكرك بيها. being done seen kept etc. كنت قايل لك في الباسيف في حلقات الباسيف القديمه ان لو جالك الفعل مباشره في اي ان جي في الجمله في الحاله دي انت هتحط being وتحط التصريف الثالث للفعل. شوف الجمله I don't mind، خلينا اقول نشوف I don't mind people keeping me. people keeping me keeping ما جاش قبلها ام عاوزة ورا was aware جاي مباشرة. قلنا في الافعال اللي بيجي فيها مباشرة بنحط being.
يبقى I don't mind إذا تفضل زي ما هي being kept waiting. I don't mind being kept waiting. being kept تصريف الثالث keep kept waiting وبكمل الجملة. لو انت مش فاكر الجزئية ديت ارجع لدرس الباسيف بارت 2 الجزء الثاني. في سيكشن دي when you are talking about finished actions عندما تتكلم عن الاحداث التي انتهت حاجة حدث انتهى موقف انتهى. you can say يمكنك ان تقول having done stolen said okay. يعني هتحط having وتضيف التصريف الثالث يعني هتضيف ال ing لكلمة having. ده لو انت عايز تخليه في الماضي. they admitted احنا عارفين ان admit بيجي بعد ing المفروض تقول they admitted stealing the money هم اعترفوا بسرقة الفلوس. لا الراجل بيقول لك لو الحدث ده في الماضي وانتهى وخلص وعايز تبين ان هو انتهى سهل حط having وخلي الفعل في التصريف الثالث. they admitted having stolen the money تحط they admitted having stolen the money. the money افتكر القاعدة اللي انا قايل لك عليها دايما بعد has have had تصريف ثالث. has have had تصريف ثالث اوكي okay. وبيقول لك برضو but it is not necessary to say to use having ليس من الضروري ان تستخدم having done. حط على طول you can also say they admitted stealing the money اللي هو القاعدة العامة بتاعتنا ليت admit ing they admitted هم اقروا واعترفوا ب stealing the money سرقة المال. I now regret انا الان اندم او ندمان على saying or having said what I said على اللي انا قلته. ضم كلمة regret الأفعال اللي فوق ضم كلمة regret يندم مع الأفعال اللي فوق إن يندم يجي بعدها إيه ing أوكي for regret ودي قاعدة إن شاء الله جاية لنا هيبقى unit 56 قريبة مش بعيدة برضه تبقى تبع الأفعال اللي في آخرها ing. after في section E after some of the verbs on this page بعد مجموعة من الأفعال اللي فوق ديت مش كل الأفعال خلي بالك specially خاصة admit deny suggest بعد الثلاث افعال دول بالتحديد you can also use that. ولكن لو انت حطيت كلمة that بعد admit بعد deny بعد suggest هتضطر انك تحط جملة كاملة. يعني ايه جملة كاملة؟ يعني احنا كنا بنقول مثلا stealing talking playing eating بنجيب القاعدة العامة بنجيب بعدهم فعل فخر ing صح؟ او ان احنا نقول مثلا stop me talking حطيت شخص somebody وبعدين ing. قال لي لو انت جبت بعد admit deny suggest كلمة ذات هتضطر انك تحط full sentence جملة كاملة مبنية من فاعل وفعل ومفعول بتبني جملة كاملة. شوف كده الشكل they denied هم انكروا that they had stolen the money. they had الفاعل had stolen had الفعل the money المال المفعول. they denied that طب لو حطيت ما فيش ذات يبقى they denied stealing the money أو or they denied stealing the money. Sam suggested that we went to the cinema. Sam suggested that حط that we أد الفاعل went أد الفاعل to the cinema بقيت الجملة حرف جر والمفعول والاسم مجرور بتاعه اللي يبقى مفعول. or أو تقول Sam suggested Sam suggested going to the cinema. هذا وبالله التوفيق وانتهينا الحمد لله من درس الافعال اللي بيجي بعدها ing. وخلي بالك الدرس ده يبقى له تكمله ثانيه بس مش بعد الدرس اللي جاي بعدها بثلاث دروس اهو verbs plus ing او 2 1 و2 و3 جاي عليهم لسه ثلاث حلقات كمان غير الحلقتين اللي جايين اللي بيجوا بقى مع الافعال المصدر. انتظروا ان شاء الله في الحلقه القادمه مع الوحده 54 الافعال اللي بيجي بعدها مصدر او بيجي بعدها كلمه 2. ويا ريت تحفظوا الافعال اللي انتوا اخدتوها في درس النهارده عشان ما تتلخبطش مع الافعال اللي جايه في درس الحلقه الجايه باذن الله. هذا وبالله التوفيق واتمنى لكم كل خير ان شاء الله. ما تنساش لايك تعليق شير سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس الكاردز فوق تراجع فيها كل الحلقات السابقه والحلقات القادمه ان شاء الله. واخيرا وليس باخر اشكركم جميعا لدعمكم دايما الايجابي بالكلام الطيب واللايكات يعني حاجه محسساني وبتخليني فعلا نبذل مجهود. على فكره دي الحلقه الثالثه على التوالي اصورها لكم وانا صايم ده عشان على اقدر اسعدكم لان انا في الايام اللي فاتت عارف ان انا قصرت بس كان ايام صعبه شويه عليا. اعتذر منكم مره تانية واتمنى الحلقات تفيدكم. شكرا وبالله التوفيق وانتظرونا في الحلقه القادمه باذن الله. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.